الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الفتوحات الكبرى حينما ابتدأناها عبر تاريخ الإسلام الذي أقته أهل العلم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حروب الردة وقد تكلمت مع حضراتكم حينما بسط أبو بكر امتدادا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفهم أبي بكر عن رسول الله وعن مراده فبسط يمينه نحو العراق وبسط يمينه الأخرى نحو الشام وأقول إن الله عز وجل جعل في أبي بكر بذل بحيث يقال كلتا يدي أبي بكر يمين فقد من الله عز وجل على هذه الأمة بشيء عظيم كان سببه أبو بكر رضي الله عنه والشاهد أيها الإخوة أنه قد انتهينا إلى يوم اليرموك بالنسبة لحروب الشام وكان في هذه المدة أو ما يقاربها يوم القادسية بالنسبة لحروب العراق وقد نبهت وأنبه ولا أزال أنبه أن أمتنا الآن تجلف إلى هوة سحيقة إن لم ينبري لها قوم يحملون على عاتقهم هم هذا الدين وهؤلاء القوم لهم صفات وسمات ومن أعظم سماتهم أنهم يرتبطون بأجدادهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا هذا تأصيل إياك أن تنساه أو يعزب عن فكرك وإلا سقطت في بنيات الطريق فاندقت عنقك تأمل جيدا بعد أن انتهى المسلمون من معركة اليرموك قام خالد وهو لا زال أمير الجيوش فتوجه نحو دمشق عمدا سلطاً فلما انطلق نحو دمشق رضي الله عنه ومعه الكبار الأشاوس وموعد اليوم إن شاء الله عز وجل هو فتوح الشام والتي تنتهي بتحرير زهرة المدائن التي تنتهي بتاريخ تحرير المسجد الصليب الذي يئن الآن لنعلم كيف حرره أجدادنا لأننا يا معشر المسلمين نزحنا إلى موائد وحلول إلى الشرق طارة
وإلى الغرب تارة، وزعم القرود الذين تملكوا أدوات الإعلام أننا حينما نترك ديننا قد مضينا في طريق الحضارة، وحينما نرجع إلى ديننا في تأصيل هذه الحلول وفي رفع هذه المحن فإننا نرجع إلى الوراء القهقرى، نريد أن نرجع بالناس إلى زمن غابر ليس فيه إلا الناقة والجمل. هكذا قالوا واقتنع بعض الناس بهم. خفف الله عز وجل عنا الآن المؤنة، لأنه قد بان فشلهم وبان عوارهم، فخمسون عاما ونحن نرى أياما ونعالج أيتاما ونتعامى ولا نحرك لذلك إبهاما. خمسون عاما وتخرج هذه الفتاة بسحنتها وهيئتها، هي تلك التي خرجت من كل جرح يصعب على مدى البسيطة، لا تراه يصعب إلا لأن الجرم الأول هو أنهم من المسلمين. خرجت هي الفتاة هي تشكو إلينا الآن، لعلها تنادي أين عمر أو أين صلاح. وقد صدق العفاني يوم قال قم يا صلاح الدين أدرك أمة، قم يا ابن زنكي قد سبوا أقصانا، صرنا غثاء السيل يسجيه القذى مذ أن نسينا الهدي والقرآن. ماذا ترجي من نداء أميمة صارت على رأس الكرى عنوانا، مد الأيادي للسماء أخيتي وسل الإله الواحد الرحمن وسليه أن يهب الحياة لأمة ماتت وقد فات الموات أوانا. حلول فاشلة باءت بالفشل على جميع الأصعدة، الآن يطرح الله الحل من كتابه وشريعته. استمعوا كيف حرر الأولون وكيف كانت صفة الأولين: إن كنتم تريدون لأنفسكم نصرا أو عزا، وكما أقول وأكرر أيضا يا من ترى أنك الآن بمنأى، فإن حدود طمع الكافر لا نهاية لها، إنه لا يريد إلا قلبك ودينك وعنقك، وإذا ما لابسته فاعلم أن الله وصفه بوصف واضح صريح جدا. قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد يذبحون الأطفال ويبقرون بطون الحوامل ويتركونهن على الأرصفة حتى تطلق المرأة فتضع جنينها على الرصيف ميتا ثم تموت هي على أثر النزيف، والأخبار لا زالت منذ أسبوعين. لا تظنني أتكلم من تاريخ غابر، إنما هو لازال منذ أسبوعين، حتى قتل رجل عجوز شيخ فتركوه ينزف وحجبوا عنه الأسعاف. أولي بأس شديد، ما هو الحل؟ إما أن أضربه ضربة أدق فيها عنقه حتى كما قال عمرو بن كلثوم: إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين، ونشرب لو وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. إما أن نعلمه ذلك بضربة قاسية، وإما أن يرضخ لديني ولشريعتي، تلك التي تحافظ على الصغير قبل الكبير، تلك التي تحقن الدماء برمتها. هذه أصول يا معشر المسلمين ينبغي أن تتأملوها جيدا. كيف فتح بيت المقدس؟ الآن أخذه من أول حمص، من أول دمشق، مرورا بتلك القرى الصغيرة ثم حمص، تلك التي ألجأت عميد الروم هرقل أن ينضوي حينما ركبه دهم خالد وأبي عبيدة وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص. حينما ركبوا دهم هؤلاء أكتافا انطلق كما سأبين لكم كيف ودع المسجد الأقصى ودعا أبديا.